مفيد في اللغة العربية للسنة الرابعة ابتدائي، الوحدة الثانية، الأسبوع الأول، الظواهر اللغوية والتطبيقات الكتابية. نبدأ بالإملاء، همزة الوصل والقطع. إذا نبدأ بألاحظ وأكتشف، أقرأ لأتم ملء الجدول. إذا هنايا غادي نقرأ هذا النص. ابتكر أن هنا همزة وصل، باش كنبداو بهمزة الوصل في البداية كنقراوها، ولكن في وسط الكلام لا نقراوها. ابتكر الحرفيون، هنا ما قريناهاش. ابتكر الحرفيون المغاربة زخارف وأشكالا، هنا هاد الهمزة همزة قطع يجب أن نقرأها، وأشكالا هندسية رائعة في الصناعات التي تستعمل الخشب والجبس وبرعوا في النقش عليها. إذن همزة الوصل التي توجد في وسط النص لم نقرأها، همزة القطع قرأناها، همزة الوصل التي توجد في البداية قرأناها. إذن الكلمة المهموزة أن ابتكر، إذن ابتكر رسمت الهمزة لأنها في بداية الكلمة، إذن هي همزة وصل وتنطق تنطق. إذن الحرفيون، الحرفيون إذن همزة وصل كتبت هكذا، فهي همزة وصل ولكن لا تنطق. إذن هذه همزة وصل وهذه همزة وصل، ولكن هذا همزة الوصل هذه تتحول هكذا لأنها تكون في البداية الكلام، بينما هذه تكون في الوسط لا نقرأها ولا ننطقها. أشكالا، أشكالا إذن همزة رسمت هكذا، إذن هي همزة قطع تنطق. إذن الخلاصة أن همزة القطع دائما تنطق في بداية الكلام، في آخر الكلام، في وسط الكلام. همزة الوصل تنطق في بداية الكلام ولا تنطق في وسط الكلام. إذن استنتج، ترسم همزة الوصل هكذا إذا كانت في وسط الكلام ولا تنطق، وترسم هكذا إذا كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة على حسب البداية. مثلا هنا في هذه الحالة عندنا مكسورة، ولكن كيمكن نبداو مثلا بواحد الفعل اللي الهمزة فيه مضمومة، وكيمكن نبداو بالمفتوحة إذا كانت في أول الكلام وتنطق. إذن وتنطق هنا وتنطق في القطع ولا تنطق في الوصل بطبيعة الحال. ترسم همزة القطع هكذا، إذن همزة القطع كذلك يمكن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، وتنطق في أول الكلام ووسطه. إذن أطبق، أملأ الجدول. إذن أخ، هاد همزة هي همزة قطع. رسمها إذا رسمت هكذا. استطاع، هذه همزة وصل، إذا كتبت هكذا. لماذا؟ لأنها في البداية في أول الكلام. أمي همزة قطع، كتبت هكذا وهي مضمومة، هنا مفتوحة. إذن أكمل، إذن هاد أكمل عندها همزة قطع مضمومة بهمزة مناسبة. إذن عندنا همزة قطع مفتوحة، همزة قطع مضمومة، همزة قطع مكسورة، ثم همزة وصل التي تكون في بداية في وسط الكلام. إذن عندنا أسافر، هنايا عندنا همزة قطع مضمومة. كل أحد، همزة قطع مفتوحة. إلى، همزة قطع مكسورة. القرية، هنا عندنا همزة وصل. لماذا؟ لماذا همزة وصل؟ لأنها اسم ولا ننطقها، نقول أسافر كل أحد إلى القرية، إلى بحال كننقزوها لا ننطقها. هناك التقى، إذن هنا عندنا همزة قطع. لماذا همزة قطع؟ لأن هذا الفعل خماسي، سنرى هذا في السنة المقبلة إن شاء الله. وأبناءه، إذن هنا همزة قطع مفتوحة. وأقضي، همزة قطع مفتوحة. معهم أوقاتا، همزة قطع مفتوحة.
إذن ننتقل إلى السؤال الموالي. أقرأ مع زميلتي زميلي الجملة ونبين متى ننطق بالهمزة ومتى لا ننطق بها. إذن أحضر، إذن هنا ننطق بها. أبي ننطق بها، لماذا؟ لأن كل همزة تقطع فننطقها، ولكن هنا لا ننطقها، نقول أحضر أبي الكتب. مشينا ديريكت اللام، من هنا نقزنا اللام بحال لي هاد الهمزة الوصل كاع ما كايناش. والمجلات كذلك نقزنا من الواو ومشينا ديريكت اللام. والمجلات وأقلاما، هنا ما قدرناش نمشيو نقولوا وأقلاما، لا يصح. لماذا؟ لأن هنا همزة قطع يجب أن ننطقها. وأقلاما ملونة وأوراقا كذلك هنا يجب أن ننطقها. إذن لنا في حصص قادمة لكي نثبت فهم هذه الهمزات، هذه الهمزات مهمة خاصة في شكل النصف. إذن ننتقل إلى الصفحة 50 في درس الصرف والتحويل، الاسم النكرة والمعرف بال أو بالإضافة. ألاحظ وأكتشف، أقرأ لأتم ملأ الجدول. هنا يعني همزة وصل، ولكن في البداية ننطقها. الحرف التقليدية هي صناعات تتنوع بتنوع المواد المستعملة في إنتاجها، فالمصنوعات الجلدية كثيرة ومتنوعة، منها الأحذية والمحفظات والأحزمة، وللمغرب شهرة واسعة في صناعة الجلد. إذن هنا عندنا مجموعة من الأسماء تم استخراجها. إذن هنا هذا الاسم هذا اللي هو المصنوعات فهو معرف. لماذا معرف؟ فهو معرف بأل، إذن فهو معرفة. ونوع التعريف معرف بأل. صناعات ما عندهاش أل، ولكن إذن في هذه الحالة نقول على أنها كلمة نكرة، إذن غير معرفة. تنوع المواد، هنا تنوع المواد. إذن هذه الكلمة رغم أن ما عندهاش أل فهي معرفة. ما الذي جعلها معرفة؟ معرفة بالإضافة. أضفنا لها واحد 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 الاسم هو اللي خلاها معرفة. فمثلا عندما نقول قلم، هذا القلم فهو نكرة، ولكن عندما نقول قلم التلميذ أصبح معرفة، عرفنا ديال من هذا القلم، ولهذا نسمي قلم التلميذ قلم، أصبح معرفة. بماذا؟ بالإضافة. مثلا مسجد، فاش كنقولوا مسجد ما كنعرفوش اسم المسجد النكرة، لا نعرف عن أي مسجد نتحدث، ولكن عندما نقول مسجد النور هنا كنوليو كنعرفو شكون هو هاد المسجد وفين كاين والموقع نتاعو. إذن هنا فهاد الكلمة اللي هي تنوع فهي معرفة. بماذا عرفت؟ بالإضافة. إذن دابا التعريف ديال الكلمة ديال الاسم، يعرف الاسم بالإضافة ويعرف بأل. إذن نستنتج، ينقسم الاسم إلى نكرة ومعرفة. الاسم النكرة يدل على شيء غير معين ويمكن أن ينون. إذن كنعرفوا النكرة بجوج حاجات، ما كنقدروش نعرفوا شكون، يعني لا يدل على شيء معين، زائد ما نقدروش كيكون منون. مثلا صناعات منون، ولكن هذا هو منون غير منون. الاسم المعرفة يدل على شيء معين ومحدد معروف ديال من ولا ينون، ويعرف الاسم بأل أو بالإضافة كما رأينا قبل لحظات. إذن نمشي ننتقل دابا إلى التطبيقات. أطبق، استخرج بقية الأسماء من العبارة السابقة وأملأ الجدول. إذن دابا بعض الأسماء خرجناها
وبعض الاسماء ما خرجناهاش. اذا غناخذوا واحد جوج اسماء مثلا التقليديه. اذا ان الحرف الحرف فهي معرفة اسم معرف بال. اذا عفوا اعتذر انا حسبت بحال الجدول السابق. اذا هنايا اسماء معرفه بال. عندنا الحرف، عندنا التقليديه، صناعات تتنوع بتنوع المواد، المواد معرف بال. المستعملات معرف بال. اذا هنا الى رجعنا للنص، هذه هي الكلمات اللي معرفه بال. عندنا الحرف، التقليديه، المواد، المستعملات، المصنوعات معرفه بال، الجلديات معرفه بال، الأحذية معرفة بال، المحفظات، الأحزمة. إذن الجلدي. إذن هذه الكلمات كلها معرفة بال. هنايا الكلمات المعرفة بالكلمات النكرة. النكرة صناعات. علاش صناعات؟ لأنها منونة. ثم كثيرة منونة، متنوعة كثيرة منونة، شهرة واسعة منونة. معرف بالإضافة، معرف بالإضافة. عندنا مثلا عندنا صناعة، صناعة الجلد، تنوع المواد، هضرنا على تنوع. إذا هذا هو اللي عندنا هنا، إنتاجها، إنتاج معرفة بالإضافة. هنا هي الإضافة نتاعها ضمير متصل. إذن ضمير متصل. إذن هنا الكلمات الأسماء التي هي نكرة، كاين عندنا اللي لونها بالأزرق، صناعات هضرنا عليها. إذن كثيرة، كثيرة. عندنا مثلا متنوعة، شهرة، واسعة. إذن هذه هي الكلمات الأسماء التي معرفة النكرة، معرفة بالكثيرة، معرفة بالإضافة. عندنا إنتاج، وعندنا صناعة، صناعة الجلد، صناعة الجلد لأن معرفة بالإضافة. ونكر الأسماء الآتية. إذن هنا إلا بغينا هاد الأسماء نكروها، شنو غادي نقول؟ يعتلي فنان خشبة. إذا لاحظوا أصبحت فنان منونة وخشبة منونة. ذهبنا إلى مسرح المدينة. إذن هنا يا هنا الى بغينا نرجعوا مسرحي، هذه معرفه باش بالاضافه، غادي نرجعوها نكره، غنقولوا ذهبنا الى مسرح، الى مسرح. هذه الكلمه، هذا الاسم تم خصنا نرجعوه من، وغادي نحيدوا المدينه، لان شنو اللي خلى المسرح معرف؟ هو عطيناه الاضافه، خصنا نحيدوا ليه الاضافه، ضروري خصنا نحيدوا الاضافه لكي يعود نكرة. أعرف الأسماء الآتية وأركبها في جمل. هذه غنعرفوها بال، وهذه غنعرفوها بالإضافة. إذن كتاب، غادي ندخل عليها ال غتولي الكتاب. قرأت الكتاب. إذن هذه الكلمة معرفة بال. اشتريت المجلة. إذن هذه هذا الاسم معرف بال. يرن الهاتف. إذن هذه هذا الاسم اصبح معرفا بال. دابا غادي نعرفه بالاضافه. ريشه، ريشه مسرح. إذن اخذت
ريشة الرسام، إذن ريشة معرف بالإضافة. ذهبت إلى مسرح الحي، إلى مسرح الحي، إذا المسرح معرف بالإضافة. ننتقل إلى التراكيب في الصفحة 51. الجملة الفعلية، الفعل والفاعل والمفعول به. ألاحظ وأكتشف، أقرأ النص لأتم ملء الجدول. أسرة الطفل تعشق المسرح رجالا ونساء، لا يخرج حديثها عن ذكر المسرحيات وعن ترديد أسماء الممثلين، وكانت أذن الطفل تلتقط كل كلمة تقال فيعتنق آراءهم ويضحك لضحكهم. إذن هنا يا الجمل، تعشق الأسرة المسرح، تعشق فعل، فاعل مفعول به. تلتقط الأذن كل كلمة، إذن تلتقط هو الفعل. الأذن، إذن هنا السؤال اللي غادي نطرحه باش نعرفوا الفاعل. إذن ما الذي يلتقط كل كلمة؟ إذن الأذن. إذا بغينا نطرحوا السؤال على المفعول به، غنقولوا ماذا تلتقط الأذن؟ كل، إذن كل هو المفعول به. كلمة هذاك، إذن مضاف إليه. أما كل هو المفعول به. يعتنق الطفل آراءهم، إذن الفعل هو يعتنق، الطفل هو الفاعل، إنه اسم مرفوع. آراء هو المفعول به، وهذا ضمير متصل كذلك مضاف إليه. إذن أستنتج، تتكون الجملة الفعلية من فعل وفاعل أو من فعل وفاعل مفعول به. إذن لماذا الفعل وفاعل مفعول؟ إذن فاش كيكون الفعل لازم كما سنرى لاحقا في السنة المقبلة، وفاش كيكون الفعل متعدي خصنا المفعول به. إذن لابد، ماشي دائما المفعول به حاضر، ولكن الفاعل دائما حاضر. ففي الجمل غير كنجيو نعرفوا واحد الجملة، دائما نبحث عن الفاعل، لأن كل جملة فعلية مفيدة تبتدئ بالفعل، ويكون الفاعل دائما مع الفعل. الفعل يدل على حدث في الماضي أو المضارع أو الأمر. ثم الفاعل اسم مرفوع يأتي بعد الفعل، والمفعول به اسم منصوب يقع عليه فعل الفاعل. إذن أطبق، أقرأ النص مرة أخرى وأستخرج جملة فعلية غير واردة في الجدول وأبين مما تتكون. إذن خرجنا ثلاثة ديال الجمل، نشوف ربما نلقاو شي جملة أخرى. إذن غادي نقلبوا على الفعل. يخرج حديثها عن ذكري، إذن يخرج حديث، إذن هنا هي هذه الجملة. إذن يخرج، إذن غنكتبوها هنايا، يخرج حديثها. إذن هنا هذا فعل وهذا فاعل لأنه مرفوع، ولكن المفعول به غير موجود. يخرج حديثها هذا مضاف إليه، ولكن المفعول به غير موجود. لماذا؟ لأن كما قلنا، لأن الجملة يمكن يكون فيها فعل وفاعل فقط، لأن الفعل لازم. أجعل الكلمات الآتية فاعلا في جمل مع شكل آخرها. الرجال، إذن غادي نديروه فاعل. إذن حضر الرجال، إذن في هذه الحالة فاعل، حضر الرجال. غابت النساء. الجمهور يتفرج، الجمهور
عالم مباراة. إذن فاعل. الفتيات تجتهد. الفتيات كثيرا. إذن ننتقل إلى الصفحة الموالية والتطبيقات الكتابية في هذه التعلمات التي تعلمناها. إذن أنجز على دفتري أرسم الهمزة المناسبة. إذن أذهب. إذن هنا عندنا همزة قطع لأن فعل رباعي. إلى همزة قطع. المسرح همزة وصل لا تنطق. كل أسبوع همزة قطع تنطق. رفقة ابني همزة قطع تنطق. وابنتي همزة قطع تنطق. ابني وأبي وهذه كلهم فيهم همزة قطع. أبي وأخي وابني وأبي كلهم تقريبا تكتب همزة قطع. أصل بخط. باب الدار. باب لو كان ما كانت الدار غتكون نكرة، ولكن شكون اللي خلاها معرفة هو الدار، وبالتالي فهذا معرف بالإضافة. الممثل معرف بال. فن الرسم معرف بالإضافة. دابا هذا نكير، وفاش كنعطيوه واحد الاسم معرفة كيولي معرفة بحالو. هذا هكا خصنا نفهمو الإضافة. لو كان يكون بوحدو فن منون، ولكن غير كنعطيوه واحد الاسم معرفة كيتعرف به. دابا واحد الاسم كيتعرف بأل، وكيتعرف بواحد الاسم آخر معرفة. إذن هكذا. دابا مثلا شي واحد ما معروفش، وباش كنوليو نعرفوه كنمشي عند واحد الشخص كيعرفو. هكذا تقريبا غير باش نفهمو المعرفة بالإضافة، لأن صعيبة شوية الفهم. إذن ثالثا أصل بخط لأعرف الكلمات بالإضافة. قصة. هذه دابا هذه الكلمات هي نكرة، إلا خليناها بدون نديرو لها التنوين. قصة، حضارة، فنون. ولكن إلا بغيناها تعرف غادي نقولو قصة النملة، حضارة المغرب. هنا حضارة ماشي حضارة، لأن حضارة راها نكرة، ولكن حضارة المغرب. فنون الرقص. فنون الرقص. رابعا أملأ الجدول. الجملتان يتطلب النحت قوة عضلية. يتطلب النقش الملاحظة. إذن الفعل في هذه الجملة هو يتطلب. لماذا هو فعل؟ لأنه احنا شفنا في أقسام الكلام بأن الفعل يمكن تصريفه. تطلب يتطلب تطلب. النحت. النحت هو الفاعل لأنه مرفوع، وأنه يأتي بعد الفعل تقريبا. ويمكن أن نطرح السؤال بمن من أو ما. ما الذي يتطلب قوة عضلية؟ النحت. قوة. قوة هو المفعول به. أما هذا اللي مراه فهو نعت. قوة يتطلب. إذا انتهينا عندنا نفس الفعل يتطلب. النقش. النقش هو الفاعل. الملاحظة هو المفعول به لأنه منصوب. أرتب الكلمات لأحصل على جمل مفيدة. الصانع في صناعة المحافظ الجلد. إذا الفعل هو يستخدم. إذا غنبداو بالفعل. يستخدم. شكون هو؟ الصانع هو الفاعل. الجلد هو المفعول به. في صناعة المحافظ. المدرسة في تهذيب العقول تساهم. إذا تساهم. المدرسة فاعل. في تهذيب العقول سادسا أركب جملة فعلية تتضمن فعلا وفاعلا ومفعولا به. تتحدث عن مصدر من مصادر الثقافة. إذن نتحدث على مصدر الإنترنت مثلا. يبحث
الإنسان عن المعلومات عبر الإنترنت. إذن الإنترنت هنا عندنا فعل إذن هنا ما درناش صراحة نفعل به. يبحث الإنسان عن المعلومات هنا فعل محيط الفعل لازم. إذن نقدروا نديروا جملة أخرى مثلا يكون فيها مفعول به، هذه مفيهاش مفعول به. إذن نقدروا نقولوا يجد الطالب العلم في الإنترنت بكل. إذن هذا هو المفعول به وهذا هو الفاعل وهذا هو الفعل يجد. إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة حول الظواهر اللغوية والتطبيقات الكتابية من الأسبوع الأول في الوحدة الثانية كتاب المفيد في اللغة العربية السنة الرابعة ابتدائي.